جسور المشاة في بغداد تتحول إلى مأزق للعبور من منطقة إلى أخرى، وتصبح أغلبها مجرد ذكرى. هي تغيب في أغلب مناطق العاصمة وحتى شوارعها الرئيسة، أما حوادث الدهس نتيجة غيابها فسجلت أرقاما كبيرة. دعوات لتنظيفها وإعادة تأهيلها وتشييد جسور جديدة وتوزيعها ضمن الأماكن ذات الكثافة السكانية وفق رؤية واقعية وخطة مدروسة، أما الإهمال والتقصير بحسب معنيين فتتحمله أمانة بغداد. جسور قليلة جدا، دائما مديرية المرور سنويا تقوم بإعداد خطة حول جسور المشاة في المناطق المزدحمة، ويتم إعداد هذه الدراسة وتوجيهها إلى أمانة بغداد. مواطنون يتحدثون عن تخلف العاصمة عن ركب عواصم تجاورها في جوانب تمثل أحد المظاهر الحضارية فيها، فجسور المشاة الحاضرة الغائبة ملف يحتاج إلى تحرك مسؤول من قبل الجهات المعنية. المطلوب أنه إعادتها، إعادة هذه الجسور، إعادتها واستخدام جيد وصيانتها باستمرار، حتى لا يعني مثلا كبار السن او هذا، وحتى عدم العبور بالشوارع وخلق ازدحامات. هسه شوف التدواع منين ما كان يعبر المواطن. قصور معين من الملامات العاصمه بعد توفيرها وقله الاهتمام بها، بصراحه قله الاهتمام بها، كان بها اهتمام من حيث النظافه، الاناره، الترتيب، الصيانه الى اخره. هسه حاليا لا، الاهتمام قل بها للاسف، يعني بعد سنه 2000 الاهتمام جدا قل، وحتى هي الاعداد مال الجسور قلت، يعني قلت هواي، قلت الصوره هواي كبيره قلت، يعني شهاداتها حوالي 10 قبل، بس حاليا ماكو يمكن اصابع اليد الواحده. اغلب دول العالم تتفنن في ابتكار وسائل جديده لراحه شعوبها في مجال النقل، الا ببغداد التي اضحى ماضيها اجمل من حاضرها. جسور المشاة فيها ان حضرت لا تعد وان غابت لا تفتقد، على عكس سبعينيات القرن الماضي حين كانت تعمل على الطاقه الكهربائيه، لينتهي المطاف بتلك الجسور إلى خردة. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.